السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كيما شفتوا الفيديو ديال اليوم غنبدا لكم ان شاء الله في شهيوات رمضان الكريم المبارك، لا يدخلوا علينا وليكم بالصحه والعافيه. وباش ما تمنيتو عارفه باقي الحل، ولكن مهم مره هكا غنشارك معكم شهيوه اللي ممكن تحضروها مع في الطاوله ديالكم الرمضانيه، وغتكون سلسله واكيد غيكونوا فيديوهات متنوعه من تحضيرات شهر رمضان الكريم وروتينات وكيما داكشي اللي عودتكم. فما تنساوش الا عجبكم الفيديو خليوا لايك للفيديو للتشجيع باش نزيد نكمل معكم في هذه السلسله هذه، وكذلك خليوا لي في التعاليق شهيوات اللي بغيتوا نشارك معكم ان شاء الله. واش المالح بحال هكا بحال هذا الفيديو ديال اليوم يعني مملحات، اولا بغيتوا المعسلات يعني داكشي اللي حلو. وما تنساوش ديروا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش هكا اي فيديو حطيته ان شاء الله توصلوا به. فاول وصفه غنشاركها معكم في هذه السلسله هذه هي هذا المسمن معمر في الفران. وصفه سهله مهلة بحشوة مميزة وكيجي رائع جدا ناجح وزوين بزاف. فإذا كانت تهمكم الوصفة بقوا معايا وتبعوا الفيديو للآخر. بالنسبه للمقادير ديال الوصفه غادي نحتاجو 300 غرام ديال الدقيق، 200 غرام ديال السميده رقيقه اولا الفينو، عندي 3 د المعالقات كبار ديال زيت الزيتون، شويه ديال الملحه، الملحه اكيد حسب الذوق. وغادي نحتاجو الماء الدافئ. بالنسبه للماء الدافئ ممكن تعوضوه بالحليب الدافئ، فكيبقى لكم هنا الاختيار اما الماء الدافئ اولا الحليب الدافئ. فكما شفتوا هادو هما المقادير ساهلين ماهلين. دابا غادي نمروا لطريقه التحضير. كما شفتوا انا في العجانه غادي نوضع كل من الدقيق الابيض وكذلك الفينو او السميد الناعم. بالنسبه لهذا السميد البنات هذاك السميد الناعم اللي كنصايبوا به البسبوسه، بالنسبه للاخوات اللي يعني ماشي مغربيات فهو اللي كنصايبوا به البسبوسه. عندي هنايا شويه ديال الملحه، 3 د المعلقات ديال زيت الزيتون، وغادي نبدا نضيف الماء الدافئ بالتدريج. وانا كنعجن العجينه، انا هنا استعملت العجانه ولكن ممكن تعجنوه غير باليد ديالكم فكيبقى لكم الاختيار. فغادي نعجنو ونخليه يتدلك شي شويه، ضروري تدلكوا العجينه شي شويه. بعد ما دلكت العجينه غادي نغطيها ونخليها ترتاح على جنب. بالنسبه للحشوه ساهله مهله، فيهاش بزاف المكونات. غادي تاخذوا بصله كبيره تقطعوها الى مربعات صغيره، عندي الفلافل في الالوان قطعتهم الى مربعات، ممكن تعوضوهم بالقرعه محكوكه والجزر مبشور، يعني ممكن تعوضوهم بهاد جوج يعني خضروات. عندي هنا الفيرميسال اولا الشعريه الصينيه، الا ما بغيتوش ديروها ممكن تستغناو عليها، كيبقى لكم الاختيار. عندي الكفته ممكن تعودوها بصدر الدجاج، تعودوها بالتونه اللي بغيتو، مهم اي حاجه عندكم، كريفيت سمك اللي بغيتو. عندي شويه ديال المعدنوس تقريبا ملعقه كبيره. بالنسبه للتوابل نستعمل الملحه، فلفل اسود، البابريكا وشويه ديال الثوم بودره، وعندي شويه ديال الحار اختياري اكيد، الا ما بغيتوش ديروا الحار ما ديروش. صافي، يعني طريقه جدا سهله. غنوضع في مقلاه القليل من زيت الزيتون، غادي نشحر فيه مزيان هاد البصله حتى تنزل معايا. بعد ما غادي تنزل البصله غادي نضيف الفلافل في الالوان، نحرك شي شويه، ومن بعد غادي نضيف التوابل اللي عندي. ومن بعد ما ينزلوا هذوك الفلافل ونحسوا بهم انهم بدا يدخلهم الطياب، نضيفوا ديك الساعات الكفته ونبداو هكا. مهم انا حيت كانت في المجمد داكشي علاش مهم بقيت هكا معاها بالمعلقه بهذا الشكل هذا حتى كتفرتت معاكم. من بعد غادي نخلطوا الكل جيدا وغادي نخليوا هذه الكفته حتى تطيب مزيان.
بعد ما طيب الكفته غادي ناخذوا هذيك الفيرميسال او لا الشوربه الصينيه، غادي نضيفوا عليها الماء سخون اللي يكون مغلي، نتركوها لبضعه ثواني، من بعد غادي نصفيوها نقطعوها وغادي نضيفوها لهاد الحشوه هذه. المهم كما قلت لكم بالنسبه للفيرميسال او للشعريه الصينيه، كاين اللي ما كيبغيش يديرها ممكن الاستغناء عنها، ممكن تكتفيو غير بهاد الحشوه هذه كما شفتوا. المهم غادي نخلي هاد الفيرميسال غير شي شويه هكا تشحر وتدخل فيها هذيك التتبيله مع هذيك الخضروات والكفته، واخر مرحله غنضيفها هي المعدنوس حتى نطفي البوطه وضيفوه يعني في الاخر باش يبقى محافظ مهم على ديك النكهه ديالو. وصافي وهي عندنا الحشوه جاهزه، تركوها جانبا حتى تبرد تماما، يعني ما خصهاش تكون سخونه فاش ديروها في المسمن باش ما يتقطعش معاكم. هنا البنات من بعد ما ارتاح يعني هاد المسمن هذا، غادي ناخذوه ونحاولوا اننا نشكلوا منه كويرات هكا صغيورين. انا خديت واحد الطبسيل دهنته بالقليل من الزيت هكا باش ما تلصقش معايا العجينه، والعجينه راها كما شفتوا طريه بزاف حيت دلكت وارتاحت، فضروري تخليوها ترتاح يعني واحد المده. وصافي غادي نبدا يعني ندهن يديا هكا بالزيت ونشكل هكا كويرات صغيورين بهذا الشكل هذا. صافي غادي ندهنهم بشويه ديال الزيت وغادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا للمره الثانيه هكا، بعد حتى الحشوه تزيد تبرد معانا. بعد البنات جيت هنايا من بعد ما ارتاحوا غادي نبدا نشكلهم على شكل مسمنه. عندي هذيك الزلافه كما شفتوا فيها القليل من زيت المائده، ممكن بالنسبه للزيت تعوضوها بالزبده الدائبه كما بغيتوا، انا درت هنا الزيت ولكن راه ممكن ديروا الزبده الدائبه. غادي نبداو نسرحوها مزيان مزيان حتى يبدا يبان لكم سطح العمل، يعني فريمون العجينه خصها تكون رقيقه، وغادي نتنيوها هكا بهذا الشكل هذا كما شفتوا على اربعه بحال هكا، وغادي نحتفظوا بها جانبا نخليوها ترتاح. غادي نستمروا بنفس العمليه حتى نكملوا جميع الحبات اللي عندنا، ونتلاقاو باش نشوفوا التتمه ديال الوصف. وكما كتشوفوا هادو هما المسمنات، المهم خليتهم هكا يرتاحوا يعني لواحد جوج دقائق هكا ولا ثلاثه، ومن بعد جيت بديت كنشكلهم، كناخذ غير شي شويه الزيت ما تكثروش الزيت، وكنحاول انني نبسطهم بهذا الشكل هذا، يعني نبسطهم مزيان، ضروري تخليهم يرتاحوا باش هكا يتبسطوا معكم بكل سهوله. من بعد غادي نجيب هذيك الحشوه اللي عندي كما شفتوا غادي نوضعها في الوسط. هنا كاين جبن المبشور يعني اختياري، ما بغيتوش ديروه ما ديروش على حسابكم، انا كنضيف شي شويه ديال الجبن المبشور وكنسدهم بهذه الطريقه هذه كما شفتوا، وكندير اما هكا قطعه ديال الفلفل الاحمر اللي انا مقطعاها او لا زيتونه، يعني حبه ديال الزيتون اما الاخضر او الاسود اللي متوفر عندكم. وصافي مهم انا غنستمر بنفس العمليه، نعمر كلشي يعني هاد المسمنات اللي عندي بنفس الطريقه، ونسد بزيتونه ونوضعهم مباشره في صينيه اللي تكون غتدخل الفرن، اللي تكون مفرشه بورق الزبده، اما تفرشوها بورق الزبده او لا تدهنوها جيدا بالزيت او للزبده باش هكا ما يلتصقوش معاكم. وصافي مهم غادي نستمر انا بنفس العمليه، نكمل كاع الحبات اللي عندي ونتلاقاو من بعد باش نكملوا تتمه ديال الوصفه. بالنسبه لبزاف الاخوات اللي طلبوا مني في التعاليق انني نبقى نفصل الوصفات على الروتينات، مهم كاين شي وصفات اللي غادي نبقى نفصلهم بحال هادو اللي خاصين بشهر رمضان الكريم باش تبقاو تلقاوهم بكل سهوله، ولا تحضيرات وداكشي كامل كلشي غيكونوا مفصولين. وكاين شي وصفات اللي كيكونوا بساط هكا كيكه ولا شي حاجه، فغادي نبقى ان شاء الله يعني نحطهم ليكم في روتينات. وصافي مهم كنوعدكم بالجديد ان شاء الله، كنحضر فيديوهات مميزه وزوينه اللي غتعجبكم خصوصا بخصوص شهر رمضان الكريم وتحضيرات وداكشي كامل. فمهم انا غنستمر بنفس العمليه، نكمل جميع الحبات اللي عندي ونتلاقاو من بعد باش نشوفوا التتمه ديال الوصفه.
هنا البنات كيما شفتهم بعد ما كمل جميل حبات اللي عندي وداتهم في الصينيه اللي غتدخل الفرن. هنا جبت اصفر البيضه، جوج حبات ديال الاصفر البيض، وضفت لهم شويه ديال الخل، غير واحد القطره ديال الخل باش نحيد منه ديك الزفوريه. وغادي نضيف شويه ديال البابريكا اولا الفلفل الاحمر الحلو، وغادي نحرك مزيان مزيان هكا غير باش يعطيوني واحد اللون جميل لهاد المملحات هادو. هذه يعني استيوس تعملوها حتى في الفطائر، يعني اي حاجه عندكم مالحه بغيتوا تدهنوها بصفر البيض دائما ضيفوا لها يعني الفلفل الاحمر، ولا شي حاجه حلوه بغيتوا تدهنوها باصفر البيض ضيفوا لها النسكافي، كتعطي واحد اللون جميل هكا كيكون يعني ذهبي جميل بزاف. انا البنات هذه الكميه عطاتني 9 ديال الحبات، راه ممكن تعطيكم حتى 10، يعني كتعطيكم كميه كبيره. فواحد الحبه درتها في واحد الصوانيه صغيره يعني بوحديتها حيت ما قدتنيش هاد الصينيه. صافي غادي نجيب هذاك الخليط ديال البيض وغادي نبدا ندهنهم بهذا الشكل هذا كما شفتوا بهذاك اصفر البيض. وصافي هنا في هاد الاثناء قبل ما ندهنهم شعلت الفرن على 180 درجه باش يسخن، وغادي ندخلهم يطيبوا في الفران حتى يطيبوا من بعد، ونتلاقاو من بعد باش تشوفوا الشكل النهائي. بالنسبة للملاحظة مهمة بالنسبة للفران، أنا دائما كنشعلو الفوق والتحت، يعني ما عنديش نشعل في الأول التحت والفوق. فإلا كنتو نتوما من نوع ديال الفران اللي يشعل لكم غير يعني إما التحت أو للفوق، فممكن تشعلوه في الأول يعني من الأسفل حتى يطيبو، ومن بعد تشعلو لهم من الفوق باش يتحمرو. وهذا هو الشكل ديالهم البنات من بعد ما خرجوا من الفران، صراحه كيجيو شهوه منهم، كيجيو رائعين. وكما شفتوا ساهلين ماهلين، ممكن تحضروهم هكا المائده ديالكم الرمضانيه، واخا بلا رمضان ممكن تحضروهم يعني هكا غير الكوتي ديال المساء، جايينكم مثلا ضيوف الكوتي ممكن تحضروهم لهم، رائعين. ولا كوجبه عشاء لوليداتكم يتعشاو بهم، زوينين بزاف. نتمنى انكم تجربوهم، ممكن تجربوهم بحشوه مختلفه يعني اللي بغيتوا ديروه. انا كتعجبني هاد الحشوه كتجي مميزه، وتقدموهم هكا مع براد ديال اتاي مغربي مشحر من داكشي، كيجيو رائعين بزاف بزاف. انا في اخر الفيديو غادي نفتح لكم وحده باش تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي. فما تنساونيش بالدعم، لايكاتكم الكثيره اللي كتشجعني وكتحفزني دائما باش نزيد نواصل معكم في تنزيل الفيديوهات. كنشكركم بزاف بزاف على تعاليقكم الرائعه الزوينه بزاف اللي كتحفزني. كتخليو لي اقتراحاتكم لتحت في صندوق الوصف باش هكا يعني تكون عندي فكره شنو هما الاشياء اللي بغيتوني نبدا لكم بهم ان شاء الله يا ربي. فعواشركم مباركه، ان شاء الله تدخل عليكم بالصحه والعافيه باش ما تمنيش ان شاء الله. فنقول لكم مع السلامه، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المجي. يلا باي باي، بسلامه.